مو عرض للأطباق كوكينج شو مسرحية إن شاء الله راح تكون في نادي اليرموك مشرف، ويانا نجوم اليوم المسرحية يا مرحبا فيكم نور غندور، فوز الشطي، وإبراهيم دشتي، يا مرحبا فيكم، سعيدين تواجدكم، كل عام أنتم بخير ويعطيكم ألف عافية على أعمالكم وبروفاتكم، خذيناكم منهم بس شوي إحنا نستاهل بعد. تستاهلون وايد. حياكم الله وتقبل طاعتكم جميعا. منا ومنك. يعني دائما نشوف فكرة الطباخ والمطبخ في أعمال البرامج التلفزيونية، الحين قاعد نشوفها بالمسرح. نور غندور توقعين راح تنجح الفكرة؟ اي يعني احنا فكرتنا شوي قريبه للقلب، وبعدين مسرحيتنا الهدف من ان احنا مسوين كوكينج شو هي بالنهايه رساله، ومو رساله واحده، يعني مسرحيتنا تحمل عده رسائل نبي نوصلها للجمهور، بس مسوينها يعني عن طريق الشو استعراض وعن طريق المطبخ، يعني شنو 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 الشيء اللي دائما قريب للقلب وقريب مو بس قريب حق المعده يعني. فما ادري يعني احنا حاسين ان هالفكره راح توصل للناس بشكل اسرع وشكل اسهل، وان شاء الله راح يحبونها ان شاء الله. بالنسبه لتفوز فكره جديده، وانت خصوصا انك صار لك تقريبا 3 سنين كنت تشتغلين مع مسرح حسن البلام، لهالمره راح نشوفك مسرح طفل. انا حبيت طبعا مشاركتي مسرح كبار، وطبعا حسن البلام مشكور انه اعطاني هذه الفرصه، بس في من داخلي في شيء يبي كذي في بيبي شو صغير. يبي يلعب يبي كذي، فعشان كذي حابه اني اخذ هالتجربه. نعم اكيد ان شاء الله فالكم النجاح. ابراهيم دشتي حياك الله. الله يحييك، منورنا والله، منورين انت وبالبرنامج الحلو، ويعطيكم الف عافيه. انت جميل وابتسامتك اجمل. انا ما غششك انه هو جاي كان قاعد يسجل اغنيه جديده ما شاء الله. عطنا شيء حصري. تعالي لا حصري ماكو، بس فعلا توني جاي من الاستديو، كنت مع الاستاذ عبد الله القعود، وجه له تحيه يعطي العافيه، جابلني من اول الاغنيه لليوم سجلنا. خلصت الاغنيه؟ خلصنا سجلناها. يعني متى ان شاء الله راح تنزل؟ والله هذا الوقت اللي انا محتار فيه، بس ان شاء الله قريب، يعني عقب ما نصورها في دبي نبيها عيديه. ايش رايك فيها؟ هذا نبي عيديه. لا ما اعتقد راح نطول شوي. حلو راح تطول؟ اي يعني عقب العيد؟ عقب العيد ان شاء الله. يعني ما نحط لها وقت. يعني ما شاء الله قاعد نشوف اعلان المسرحيه مسوي ضجه وقوي. منو المخرج؟ مخرج الاعلان؟ مخرج الاعلان عبد الله العراك. عبد الله العراك فكره جديده والتصميم الاذاعه اي ثينك اي ما شاء الله مواهب وزارة الإعلام. أكيد ما دام إحنا موجودين. لا بس فكرته حلوة وشفناه يعني بطابع وايد. هو بسيط، هو الإعلام بسيط، كل ما يكون شيء بسيط يوصلك. يوصلك. شوفينا على الهواء ويانا. رأيكم فيه؟ يعني قاعد نشوف أسيل عمران نوجه له تحية. يعني ما شاء الله كوكبة من النجوم، وعندكم قاعدة جماهيرية كبيرة، والأطفال وايد أكيد راح يتعنى لكم، وأنتم تستاهلون العنوة حبيبي. بس دائما مسرح الطفل بالعيد يكون مثل ما يقولون تجاري أكثر. شنو اللي يميز مسرحيتكم عن المسرح التجاري؟ أنا قلت لك إحنا مسرحياتنا تحمل رسالة، مو رسالة واحدة بصراحة، أكثر من رسالة. أول رسالة تحملها مسرحياتنا إن الإنسان لما يكون عنده حلم ما يوقف لأي سبب من الأسباب، يحاول يوصل حق هالحلم. ورسالة ثانية الوقت، لازم تستغل الوقت بطريقة وايد زينة، لا تصير وايد مستعيل كل شيء بسرعة بسرعة عشان توصل حق الحلم هذا، هم لازم يكون وقتك متنظم. وهم رسالة الأهم بمسرحيتنا إن لا تثق دائما بالشخص اللي قريب منك حيل، ممكن هو اللي إيه يعني حلم. في مثل يقولون خاف من عدوك مرة ومن صديقك 100 مرة، صديقك 1000 مرة. فهذه رسالتنا، يعني احنا قلت لك عندنا مو رساله واحده، اكثر من رساله، بس مجمعينهم داخل مسرحيه واحده وبشكل استعراضي، يعني مقدمينها بشكل شوي. انا وايد حبيت بس بالمسلسل حكايات ما حبيتش بصراحه، يعني كان دورك وايد تغيير حصه، دور قوي وعنيف، وكان يمكن قول فيه جراه ان انت مع الفنان خالد امين. شوفي دام كرهتيني بالمسلسل، يعني انا معناتها ان اتقنت الدور عدل. وبعدين انا قلت انوع شوي، يعني دائما انا اطلع البنت الجامعيه الطيبه اللي مغلوب على امرها، المظلومه اللي تحب وما تاخذ حبيبها، فالمره انا خذيت اللي بتاخذينها انا اللي انتصر. كذلك شفنا بعد لا حياك الله فوز بنورتنا. الله يسلمك. اليوم شفنا لك او هالسنه 3 اعمال على التلفزيون او على القنوات، عرضت لك في شهر رمضان، ما تحسين ان هذا الشيء ممكن يكون ضدك؟ لا مستحيل يكون ضدي. ليش؟ ما يعتبر تشتيت من الادوار؟ لا ابدا مو تشتيت، مختلف الادوار، مختلفه عن بعض، الاداء يختلف عن بعض، الشخصيات مختلفه
كليا تنوع الفضائيات يعطي فرصة أكبر حق جمهور أكثر يتابع، أبدا مو شيء مو زين. مو شيء زين. زين ليش طقيتي واحدة فنانة شو اسمها؟ كنت يبدو يعني ما أدري المشهد كان قبل. لا أيوة أي مشهد. طقيتي الفنانة سلمة. هو طبعا بالنص يعني مو انا رح طقيتها. لا طقيتيها بعد شنو هذا شنو انت ايش رايك بهالمواقف؟ ممكن تشكل عداوات بين الفنانين؟ لا طبعا لا 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 هذا كل شيء متفق عليه. طقيتيها طقيتيها فوز. اي بس متفق عليه. انت ليش زعلان من هالشيء؟ لا هذا طبعا في تكنيك وكذي مو يعني يعني مو صدق بالهذا وحشها. اي بس يعني قصدي مو بالعنف اللي انت شايفه يعني كلوز يا فقرب المسافه. طراق صدجي. كان صدج حيل. لا كان متفق عليه طبعا. حتى بالوجه المستعار ما شاء الله شفناك بدور الطيبة دكتورة، يعني دكتورة الطيبة مع ان عودتنا فوز بشخصياتها شوية شريرة. حبيت اغير يعني وصرت يعني اي دور يجيني مكرر ما بي. ما تبي شريرة؟ ما بي. لا مو شريرة، لو شريرة في شيء ثاني يعني وراها شيء ثاني اوكي ما عندي مشكلة، بس يعني التكرار خلاص ما ابي. حلو. الفنان ابراهيم يعني العام شفنا لك في مشاركة في الاعمال الدرامية، حسنا مالك شيء ما هو كان فيه بس تأجل لبعد رمضان، وكان فيه شيء حلو يعني تأجل كنت أخيرة فيها أخيرة. لا شيء هذا يعني تسولف لنا عنه شوية. شيء ليش شيء؟ شوف أنا يعني سلمت نفسي بالمسلسل اللي طاف حق الكاتب فهد عليوة وجه له تحية، وهالمرة هم دام أنا يعني محطوط في دائرة كنت واثق إنه بيطلعوني بشكل وايد قوي ما سألت عن التفاصيل. يعني الستاف اللي تشتغل معاهم الكاتب والمؤلف والمخرج حسن البلام الهام فضالة شجون عبد الله ابو شهري محمود ابو شهري واللي جديد نفس الستاف واللي جديد هذا اللي جديد هذا اللي جديد نساني ان انا معاهم وانا قاعده يمه نساني انا عادي عادي جدا عادي ابراهيم جدا عادي ان احنا الاثنين معاهم خلاص ما نمثل ما نمثل ما نمثل اقول له شنو دورك بالمسرحيه يقول انا الكهوله اي عادي ممكن مقلب احنا مسوي لنا ما عنده مشكله احنا كل واحد مسوي له لبس انا كهوله انت كهوله لا ليش قاعد تصدينا لا صدق انا صدق صدق انا لا لا قاعد يقص على بس والله انا كنت مسوي دايت من وقت الاعلان لليوم مو انا قادر مسرحيتنا كلها عن الاكل ما سويت دايت اكل وتاكلون بالبروبات صدق لا 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 مو انت بوكس قاعد تاكل يا شباب ما اقدر انسى دايت اصدقك دايم ويا محمود بوشهري وعبد الله فنانين وجه التحيه احنا اكثر ناس انا ومحمود عبد الله نسوي دايت طول السنه صح بس نضعف كيلو وين نستانس ديتوكس ودايت وما ادري شنو ما اشوفهم يتغيرون ديتوكس وسافرنا وماكو فايده نحب الاكل المشكله انتم وش اسمه رياضيين عادي يعني ما شاء الله يدكم فتره يعني انت جسمت يا معوده اشور روح النادي لو ما اروح النادي شو تشمت لنا الحين عسى الله يعطيك الصحه والعافيه الله يخليك نور غندور نقول الف مبروك على خشمك لا 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 سويت تجميل يعني لا بس اخذت الموافقه اخذت الموافقه من الوالد كان الوالد خذيته بس لا ما كنت جرأة انا مو جريته ما راح تسوينه لا لا انا من ساعه قاعده اناقش فوز اقولها شو مسويه انا ايه مغيره شيء حلوه وايد حبيبتي شو مسويه لا مو مسويه شيء خدود 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 ارتفع خدود انا جت لي فتره متين وين ارتفع خدود انا وين خدود ما شاء الله حلوين يعني ما شاء الله وطلتكم حلو ولبسكم وما شاء الله يعطيكم العافيه على طلتكم نورتوا شكل التلفزيون انا حلو ابراهيم ليش طلت ابراهيم على طول حلو ما شاء الله انا مو قلت في البدايه جميل يعني ابراهيم جميل وابتسامتك اجمل من غاره قامت تمدح تسلم استحالة ما حد يقول لي جميل ناش فوز بدور بصراحة أول مرة أشوفك فيه يعني أديتي دور الصرع والبنت اللي ما تمشي عدل فضبطتي هالدور ما شاء الله الحمد لله فهذا دور يعني وايد صعب يعني نقلة من دور الفنان العادي إلى دور مركب دور فيه شخصية يعني تكسر اي حاجز انك انت مثلا تمثلين ونفس الوقت لازم تركزين على جدا إنك... صعب اي كان جد شلون اديتي هالدور جدا صعب علي بس كنت حابه الشخصيه طبعا ما انسى توجيهات منير الزعبي للامانه يعني حاولت يعني ابين شويه من اللي عندي في عندي اكثر يعني هذا شويه بس شويه وايد احب هالمشهد الفنانة نور يعني قاعد نشوف في عودة للسداسيات موجودة ولك مشاركة في هذا شلون شايفة التجربة هذه؟ ما أدري أنا وايد حبيتها يمكن لأن القصة لميناها بست حلقات
فكان الموضوع يعني سريع. مو ممل، سريع يعني، الأحداث ورا بعض، الأكشن ورا بعض، ما تقعد تنطر بين الحلقة وال حلوة فكرة السداسية. أنا وايد أعجبني. إيه، إن شاء الله نشوفك أنت فيها. يعني 6 حلقات طلعوا لك مسلسل ب30 حلقة، والأحداث كلها سريعة، الرتم وايد وايد ماشي زين. ما تحسين هذا يضيع الرسالة اللي مقدمة من خلال العمل؟ شلون؟ خصوص الضغط، ما تضيع الرسالة؟ لا بالعكس، يعني أحس يلمونها أكثر. يعني إحنا مسلسلاتنا، في وايد مسلسلات مثلاً الحين 30 حلقة عشان يوصلون رسالة معينة، يمكن هالرسالة ما تحتاج 15 حلقة، فيها تمطط، فيصير وايد يعني تصير يعطي المضمون مال هذا ب6 حلقات أحلى ما تسوي 30 حلقة. يصير العمل 30 حلقة وايد طويل، الأحداث تصير يعني من حلقة مثلاً 10 أو 15 أو هذا، تصير مملة خلاص، ونكون متوقعين يعني متوقعين شنو الحدث اللي بيصير حلقة 30، بس قاعدين ناطرين يعني من كثر ما في يعني فيها رسائل، لازم أجزاء، ما يصير 6 حلقات ولا لا، مو 30 أجزاء. وفي أعمال لا ما تتحمل يعني 6 حلقات، 7 في سباعيات بعد ساعات تسوي. من اللي يتحكم بالموضوع إنه يطول الحلقة؟ المخرج أو المؤلف؟ الكاتب أكيد. الكاتب. هو اللي يتحكم. وساعات المخرج ممكن يقول حق الكاتب مثلاً قصر لي الأحداث أو سرع لي الأحداث، يعني ممكن هذا بين المخرج والكاتب. أي ممكن. بين المخرج والكاتب. فوز الشطي، طالعي كاميرتك إذا تكرمتي، إذا مشاهدينك ومعجبينك ومحبينك يبونك تغنين؟ لا ما راح أغني. هما مو أنا. إذا ما غنت ما أغني. أنا آسفة، إبراهيم راح يغني لكم. أكيد مغنية بالمسرحية. ها؟ أكيد مغنية بالمسرحية. سمعينا شوي. لا أنا شو اسمه، خلي إبراهيم اليوم يغني. وأنت وراه. أحلى مايك. أنا طالب أغنية من إبراهيم. يلا إبراهيم. أنا والله إذا ما غنت ما أغني. لا إبراهيم. لا بتغني إبراهيم. لا بتغني إبراهيم. ما راح تغني؟ لا هم غني أنا. إيش رأيك؟ يلا أنت جاي. أنا بس إذا غنيت كل اللي قاعدين بالحمرة بينحاشون. لا لا. أنا ولا واحد والله. سألوني. يلا نسمع شيء إبراهيم. نسمع شيء إبراهيم. لا تقولوا ندمانة أو حتى تعبانة، أنا شعليانة ما راح أداويها، لا تقولوا كلمها لا تقولوا راضيها، أنا مخاصمها وحالف لوريها، أنا مخاصمها وحالف لوريها. الله عليك. الله عليك. دائما مبدع إبراهيم، تحلف فيها عدل طبعا. ماكو أغنية؟ لا ماكو أغنية. زين في كل مكان طلع لك جيبوه أغنية كح، خلوني. صوتك جميل وانت اطلالتك جميلة. الله يسلمك. فما نبي نجبرك على شيء انت ما تبينه، لكن لك سنجل جديد ان شاء الله. كان لي سنجل من فترة اسمه جيبوه، كلمات والحان عبد الله سالم، توزيع ربيع الصيداوي، موجود باليوتيوب. موجود. ما راح تغني. ما راح اغني، موجود باليوتيوب. عاد قالي موجود باليوتيوب، يعني لا تقول لي غني. بس نعمل اليوتيوب موجود. يعني فوز وايد شبهت بالمذيعه امل عوضي، وايد قاعد اشوف تعليقات، وايد اشوف. انا ما اشوف يعني، انا مو احبها، بس انا يعني مو انه يعني إن ما ابي احد يشبهني فيها او شيء، لا لا، بس انا ما اشوف انه يعني لما نقعد مع بعض نقول وين الشبه بالضبط، مو فاهمه. ما شاء الله كلكم حلوين حبيبتي. بس انا ودي اسال نور، انا ما شاء الله انت عندك يعني قاعده جماهيريه كبيره بالخليج، بس وينك عن الدراما المصريه؟ ممكن نشوف نور بالدراما المصريه؟ ممكن، ليش لا. انا يعني الحين انا ما خذيت هالخطوه للحين بسبب دراستي، جامعتي هني بالكويت. متى ان شاء الله التخرج؟ باقي لي سنه، الحين اخر سنه، فقلت ما راح اطلع من الخليج نهائيا لين اخلص دراستي. انا اهم شيء عندي شهادتي، وبعدها يصير بين مصر وبين الكويت، ما عندي مشكله. ان شاء الله. ابراهيم، انت بعد بالنسبه لك يعني كونك من ستار اكاديمي، اكيد لك علاقات برا الخليج يعني. طبعا. فما تفكر انك يكون عندك تمثيل او تدش المجال التمثيلي في برا الكويت؟ لا تمثيل كلش لا برا الكويت، بس ان شاء الله في خطه الحين قاعد نسويها، ان في اغاني، في لبناني، في مصري، في بنطلع برا شويه. وين الالبوم؟ قريب قاعد نشتغل عليه، بس على خفيف يعني. وقاعد تسرب منه اغنيه سنجل ولا شلون؟ يعني كل ما نقرب نخلص شيء تحسب بنزلها سنجل. بنزل إيه. بس ان شاء الله قريب. موضه الالبوم سنجل احسن الماشي. شوف، هو حتى الفنانين الكبار الحين قاموا يتجهون، قاموا ينزلون سنجل. الكل قام يقول الالبوم شو اسوي فيه يعني، خلاص سنجل كل 3 أشهر 4 أشهر سنجل تنجح الاغنيه. نجاحها اكبر صح؟ بالنسبه لك فوز السنجل احسن؟ هو الالبوم راح لابد منه، لابد يعني ضروري ان الالبوم، بس ان السنجلز طبعا انجح الحين.
انه خلاص يركزون على فوكس على هالغنيه بدل لا يصير فوكس على وايد اغاني. يعني من الاغاني اللي ما ننساها اللي الناس علقت عليها ولا ما زالت تقولها اي شيء طلعتي فيها طلعه فوق يعني كانت مميزه. غنيها لنا عاد. خلاص اوكي اي شيء قص علي. يلا اي شيء. انا زعلت له انا بكيت له والله ما سويت له شيء بس يبي يدل علي اي شيء. يعني ما شاء الله عليك كلها صوت عجبك انت صوت الجميل. ما تبي تغنين بعد؟ لا نبي ديو نبي ديو. لا يعني ان شاء الله ممكن نشوف عمل بينك بينك وبين انا وابراهيم مره تناقشنا على الموضوع بعدين طنشنا الفكره ما ادري ليش. ليش ما ادري صار يعني هذا بس لأن ممكن يعني ممكن بالايام القادمه بين الفنان والفنانه. لا لا يعني ولا بس الفنانه مع الفنانه تصير فيها غيره. ايه ما يصير تقارنين فنان وفنانه. هو مساعي لا تمثيل ولا غنى. كله يقارن نفسه بالبنات. غلط ترى. والله مساعي يقول حق ياسر انت تحبني ولا تحب فوز شط. ما يصير تقارن نفسه بالبنية. هذا حب ما له شغل الشغل غير. هذا فوز الشط اينما وجدت وجد النجاح. بس لك مشاركه كبيره او ثلاث مسرحيات مع مسرح حسن البلام. الحين غيرتي ليش؟ في سبب معين ولا؟ طبعا انا قلت من قبل انا اشكر اخوي حسن البلام الفرصه اللي اعطاني اياها وعلى الثقه. طبعا تعلمت انا من مسرحهم وايد اشياء يعني الامانه. عرفت اللي رايح ابيض تعلم واحد اثنين ثلاثه تعلمت منهم جدا. بس يعني الموضوع اللي انا يعني خلاني شوي لا ما ابي كبار الحين موضوع ادوار البنات. ادوار البنات يعني احس البنيه قاعده تطلع على المسرح شنو الفائدة منها ماني فاهمة. يعني بس تقول لها جملتين وتمشي ممكن هدف ما تحمل رسالة كدور. مو بس شيء. وين دورها؟ وين دورها؟ ما في أدوار للبنات حاليا. ما في أدوار. هذه مشكلة. إذا صار إن شاء الله في دور شيء مكتوب شيء متعوب عليه. كم يوم كان في فنانين يقولون إن الأدوار حق البنات أكثر من الأدوار حق هذا في الدراما. أنا قاعد أكلمك عن مسرح الكبار. ذكوري صاير الموضوع. تعطي علي يعني بالمسرح عكس الدراما. ذكوري صاير. فانه اذا صار في دور حق البنات ودور مكتوب وشخصيه تلعب ومحور احداث ليش لا؟ يعني نشوف ابراهيم ان شاء الله بنور عادي المسرح. ممكن اي مع مبارك المانع ياكل جو عليكم. اكيد شرفتونا في غبقه رمضانيه. نور غندور شو تقولين حق متابعينا في غبقه رمضانيه؟ يعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بالف خير وعساكم من العايدين والفائزين يا رب. ومشكورين على ثقتكم وان شاء الله يا رب دائما اكون عند حسن ظنكم وحبكم وايد. عزميهم على المسرحيه. المسرحيه اي على المسرحيه صح. ناطرينكم في اول ايام عيد الفطر ان شاء الله على مسرحيه كوكينج شو على مسرح نادي اليرموك بمشرف. ان شاء الله راح يكون العرض من اول يوم. يس فتره من اول يوم المساء اي ثينك عرضين عرضين ومن ثاني يوم راح نبلش ان شاء الله ثلاث. الفنانه فوز شو تقولين حق متابعينك؟ مشكورين كل الناس اللي قالوا لي كلام حلو واللي حبوا ادواري واللي شجعوني مشكورين من كل قلبي. طبعا دائما احرص اني انا انتقي ادواري خصوصا في المرحله الجايه انتقي ادواري على اساس تكون بنفس المستوى اللي انتم متوقعينه. جواك الله. فنان ابراهيم مبارك عليكم باقي الشهر وان شاء الله تعودون بصحه وعافيه. اقول حق جمهوري احبكم. تعالوا شوفوا مسرحيتنا مسوين شيء وايد حلو. وانتم يعطيكم العافيه محمد وحصه يعطيكم العافيه. دورك مو تشوله. وانت بخير. دوري مو تشوله. دوري مو تشوله. لازم نشوف مسرحيتنا ان شاء الله. انا اكيد بس ما للحين ما عرفنا دوره. دوره مو تشوله. شنو دوره؟ دوري الشيف صلاح. شيف صلاح انت راح تكون طباخ. نفس اول مره. تذكر اول مره طبخت؟ تشوله وحكي نقوله معك اول مره رديت ستار اكاديمي سويت معاها برنامج طباخ. ما ادري ايش سويتها كان حلو اكلي. كان والله عجيب. اخر شيء خربته بالكاكاو بس اللي حطيته. انا اول مقابله سويتها معاك حسن تذكرين؟ صح اول مقابله. ذكريات ما شاء الله وانتم دائما منورين الشاشه. الله يسلمك. طبعا وصلنا معاكم مشاهدينا نهايه حلقتنا اليوم. اتمنى انكم استمتعتوا معنا. طبعا انا من الازياء احب اشكر ريم المسلم ومشعل عجيل على المكياج وعبير هير سكتش. وطبعا الشوكليت عندنا شوكليت كيندم Q8. شوكليت كيندم Q8 يعطيهم العافيه على الغبقه اليوم منورينا بالاشياء المميزه مالتهم. ولازم تاكلون. يبي ياخذ احنا بناخذ واحنا ماشيين البروبه الحين. عليكم بالعافيه ياخذون روحوا في البروبات. ان شاء الله من البرنامج هديه لكم. تستاهلون تستاهلون. تستاهلون طيب. نلقاكم ان شاء الله باكر وتصبحون على خير.